الحزب الوطني صانع الثورة. إن الحزب الوطني بأعضائه المتمثلين في رؤساء الجامعات والوزراء القابعين تحت قبة مجلسي الشعب والشورى لخدمة المواطنين كانوا دائما ضد مصلحة أو خدمة هؤلاء المواطنين، وقد تبين ذلك من خلال مواقف عديدة من التصريحات والتهديدات والتي أشعلت نيران الغضب في الشارع المصري، مما دفعه إلى الثورة على هذا النظام وطالب بإسقاطه في ثورته العظيمة ثورة 25 من يناير، والتي تسببت في الإطاحة بهؤلاء المسؤولين من السلطة، ويطالبون بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية دوما في هذا الشارع. بالنسبة لجرجي في العبارة بتاع البحر قريب علينا منه، عبارة يعني ما لوش لف من بره البلد، في عبارة بتعدي البحر لو جاب جرجة عبارة من اللي بيغرقوا دول ولا عبارة؟ لا يا فندم، عبارة من اللي بيغرقوا. إن هذه التجاوزات لا تنفي حقيقة أن الانتخابات قد تمت في الغالب الأعم من الدوائر بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات، وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز. من وجهة نظر حضرتك في النقطة دي، وهل ممكن ومين الشخص المرشح ان انت تتناقش معاه، سواء من الاخوان او من الاحزاب او اللي هم الجماعات الفيسبوك زي 6 ابريل او كفاية او او؟ شكرا. طب رد انت بقى علينا. رد حسين. خليهم يتسلم. انت فاكر يعني هقعد افر كل حاجة في البلد يعني؟ أراك كبر مخك. أقول لعمال مصر سوف تجدونني دائما إلى جانبكم. أكبر بلد مستورد للقمح في العالم مصر، يعني ما فيش أكلة عيش أكتر مننا. مش برلمان موازي، لا وتصدق ما فيش عندنا بضحة عشان نخاف منها. احنا وقتنا كله وحزبنا كله وعطائنا كله لخدمة هذا الوطن. يا جماعة ما تصدقوش كل الإشاعات، اللي عاوز يطلع إشاعة يقول اللي عاوز يقوله، المصلحة العامة بتختلف. إنه موضوع سياسي بحت، موضوع بقى من إيه، من جماعة محظورة، وموضوع من أحزاب مش عارف ما نجحتش في إيه وما لقاش إيه، وأجندات خارجية وأجندات بقى للفوضى الخلاقة وأجندات واردة من الخارج، الكلام ده كله بقى. الإخوة المواطنون، أتحدث إليكم في أوقات صعبة تمتحن مصر وشعبها وتكاد أن تنجرف بها وبهم إلى المجهول. إن أحداث الأيام القليلة الماضية تفرض علينا جميعا شعبا وقيادة الاختيار ما بين الفوضى والاستقرار، وتطرح أمامنا ظروفا جديدة وواقعا مصريا مغايرا يتعين أن يتعامل معه شعبنا وقواتنا المسلحة بأقصى قدر من الحكمة والحرص على مصالح مصر وأبنائها. سادتي وسادتي، نقدم لحضراتكم الآن بيانا هاما من رئاسة الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان.